معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. بأن الناس تساهلوا بهذا الأمر فصاروا قضاة ومدرسين وهم لا يعرفون العقيدة السلفية، لا يعرفون العقيدة الصحيحة. تساهلوا في الأصل بعلم العقيدة وتهاونوا بإعطائه حقه والدراسة والتمحيص وإزالة الشبه، فصاروا دكاترة وهم صفوا في العقيدة. فالدكاترة لو جاءوا مدرسين، لو دكاترة أخذوا الشهادة العالية والماجستير والدكتوراه ووصفوا في العقيدة، صفر، ما يعرفوا شيء في العقيدة. على عقيدة الجاهلية من عبادة القبور والتعلق على الأموات، لأنهم ما درسوا العقيدة كما ينبغي، ولا درسها لهم أساتذتهم الذين أخذوا عنهم، فخلقوا صفرا في هذا الباب. فإذا حرم طالب العلم من العقيدة فأي شيء بعده؟ أي شيء عنده بعد ذلك؟ خص العقيدة بعناية، وصفها بالنسي بعناية مع الأساتذة وفي المتون التي بأيديكم، خصها بالنسي بعناية ومطالعة ومذاكرة وسؤال واستكشاف عن الشبه وعن ربها حتى تمتازوا بذلك وحتى تخرجوا إن شاء الله وأنتم في غاية من البصيرة في العقيدة السلفية. العقيدة في باب توحيد العبادة وهي بأسماء الله وصفاته، أما توحيد الربوبية فالجاهلية تعرفه، ولكن لا بد أيضا من دراسته حتى نعرفه على بصيرة. كثير من الناس ما عرف حتى توحيد الجاهلية، كثير من الناس وهم مدرسون ما عرفوا حتى توحيد الجاهلية، حتى تغير بجهل معرفة. فعليكم أيها الأبناء الكرام، عليكم بالعناية بالدروس الدينية، وعليكم بالعقيدة خاصة مزيد عناية بالبيت والمسجد والطريق ومع الأستاذ ومع الزملاء، حتى تعرفوا ما هناك من شبه وحتى تعرفوا الرد عليها وكشفها، ولا سيما في هذا العصر.